برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبار. أنا بصبح الناس برحب بيهم تاني مش بيك، خلاص إحنا خلاص رحبنا ببعض من الأول. صباح الفل. ممكن أقول أخبار؟ اتفضلي حضرتك. طيب نروح لمحطات المترو وربطها بالار تي اللي هو القطر الكهرباء الخفيف، واللي يعني فعلا هو نقله ونقله كبيره جدا، لكن التوصيه بان يكون في ربط وانظمه ربط قويه جدا وانظمه ربط ذكيه في محطات التبادليه بين الخط الثالث للمترو، محطه عدلي منصور، وربطها بالقطر الكهرباء، واللي هيوصل طبعا العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة. يعني أعتقد أنه سواء نقل الوزارات أو الحي الحكومي بالكامل بعد كده اللي هيكون ليه مصلحة من السادة المواطنين ورايح للأماكن دي، أو حتى من الموظفين أو حتى من المقيمين بعد كده اللي بيفكروا أنهم ياخدوا أو يسكنوا في المدن الجديدة المحيطة بالمنطقة دي أو بالعاصمة الإدارية الجديدة، فكرة أن أنا هروح وأنا هترمي في الصحراء وأنا هسكن هناك إزاي وأنا أروح أقضي مصلحة إزاي ما كل حاجة كانت جنبنا، صدقوني الأزمة دي مش هنحسها خالص، لكن هتلاقوا نفسكم بتتعاملوا مع شبكة ذكية جدا جدا النهاردة بقت بتضاهي فعلا يعني أماكن كتير ودول كتير من دول العالم. كمان في نفس الإطار توجيه رئاسي بتطبيق أحدث أنظمة ربط محطات القطار، لا ده قلناه الثاني عن المونوريل. النقل تستورد القطار السابع لمونوريل العاصمة الإدارية نهاية الأسبوع، واللي منا يروح العاصمة الإدارية هيلاقي جزء أو هم معلقين عربية من عربيات المونوريل موجودة في العاصمة الإدارية عشان يقول لك خلاص احنا تقريبا قربنا نشتغل، ودي حاجة كويسة جدا، ودي حاجة هتفرق جدا 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 في شايفين القطر بيمشي ازاي، تحس كده ان هو هيقع كده. فحاجة طبعا تكنولوجيا جديدة مش موجودة، ما كانتش موجودة في مصر قبل كده، حاجة عظيمة عظيمة جدا. كمان في نفس الإطار اللي كنا لسه بنتكلم فيه الـ LRT، احنا عندنا 2 مترو جداد جدا على مصر عموما، وفي طبعا في اتوبيس، الاتوبيس الترددي ده نتكلم عليه بعدين بتاع الطريق الدائري، لكن بنتكلم دلوقتي عن حاجتين. المونوريل مش هو القطار الخفيف، المونوريل ده هتلاقيه متعلق كده في متعلق فوق قضبان كده، وتحس ان هو مش ماشي على 2 قضيب زي هو مونو دي يعني فردي يعني، فهتلاقيه متعلق كده من النص بشكل غريب احنا نفسنا مش متعودين عليه. ده القطار ده هيربط بقى مبدئيا، هيجي من مدينة نصر يروح للعاصمة الإدارية الجديدة، وبعد كده طبعا هيجيب من عند 6 أكتوبر، بعد كده ندخل بقى على الـ LRT ده اللي هو القطار الخفيف، ده اللي رايح فين؟ ده اللي جاي من محطة عدل منصور في مدينة السلام، مرورا بقى بالعبور والشروق ومدينة بدر، يروح معاك لحد العاصمة الإدارية الجديدة. ده هيشتغل امتى؟ المونوريل لسه معلوش هشتغل امتى. الـ LRT اللي هو القطار الخفيف المترو ده هيشتغل تقريبا خلال 10 أيام من دلوقتي، وهما بيقولولنا عن أسعار التذاكر بتاعته هتبدأ من 15 جنيه والحد 35 جنيه. أول 3 محطات هيبقوا ب15، 6 محطات ب20، أعتقد 9 محطات 25 و35. أنا شفت تعليقات ناس كتيرة جدا بتقول السعر غالي، هل ممكن النظر في موضوع السعر ده من قبل الحكومة ومن وزارة النقل مرة تانية؟ مش عارف طبعا، وخصوصا لو واحد ليه مصلحة ورايح بس مشوار وراجع هيحسب بس صرف مواصلات قد ايه. لكن الجميل ان كل الحاجات اللي احنا بنقولها سواء الخط الثالث للمترو، نتكلم على محطة عدلي منصور المحطة الرئيسية والتبادلية، مع القطار الخفيف مع القطار السريع او المونوريل، عايز اقول لكم هيبقى في ربط بين الثلاثة، يعني حتى بين القطار الكهربائي بين المونوريل وبين القطار اللي هو الـ LRT هيبقى في حاجة تبادلية تقدر تنقل الركاب من ده لده. يعني الشبكة وطريقة الربط الذكي بين الثلاثة دي أعتقد هتبقى حاجة رائعة جدا جدا جدا. مفيش مكان من كل المحطات اللي احنا بنقولها، بنتكلم على اتجاه العين السخنة، العاصمة الإدارية، المدن الجديدة، أول ما تمسك في العاشر أو ما تركب من عدلي منصور مرورا بالعاشر وبدر والعاصمة، كل ده في الطريق أي مكان أنت رايح فيه أعتقد في ظرف دقائق هتكون وصلت. بس مرة تانية يعني بنقول أن لازم
لازم احنا النهاردة بنقول برضو الناس بتقول ايه؟ لا الناس بتقول ان غالي، تقول لك انا النهاردة شجعني ان انا اسكن في المدن الجديدة، مش ان انا اركب 3 محطات ب15 جنيه. 3 محطات ب15 جنيه ده مبلغ كبير، يعني كمان اكتر بكتير جدا من اللي هو ممكن يكون بيدفعه في اتوبيس مكيف. ممكن يكون في اشتراك بعد كده، يعني يبقى في خدمة اكتر وتكون بسعر مدعم. نتمنى كان يتم الاعلان عن كده. لكن المحطة ب5 جنيه ده كتير. شهري، سنوي، نصف سنوي، فيكون بسعر يناسب الناس اللي ظروف شغلها او سكنها بعد كده تحتم عليها انها تركب الارتي. نروح لدرجات الحرارة، فهنشوف بقى حالة الطقس. ومش عارفة، امبارح اكتشفنا ان احنا لسه في الربيع والاجواء ودرجات الحرارة المرتفعة، لكن اعتقد انها افضل كتير من الاسبوع اللي فات وكانت معتدلة، وبالليل كمان امبارح كان الجو معقول جدا. الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس قالت ان البلاد هتشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، وهيكون مائل الحرارة على السواحل الشمالية. حالا درجات الحرارة تكون قدامكم على الشاشة. وزارة التعليم بتقول توفير 15% من المنح المتاحة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية. جميل جدا ان يبقى في منح خاصة بإخواتنا ذوي الإعاقة. وفي السياق نفسه أعلنت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي الحكومة والتجريبي ومدارس ستيم برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية، موضحة انه بدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني ذوي الإعاقة هياخدوا 15% من المنحة الأمريكية، وهيقدم البرنامج منح دراسية ل 140 طالب. يعني هياخد منهم مثلا حوالي قول 19 طالب مثلا يبقوا من ذوي الإعاقة من كل محافظات مصر. تعالوا نشوف إزاي ده هيتم وأهمية الخبر ده لإخواتنا ذوي الإعاقة. بيشرفنا عبر الهاتف أستاذة مادلين نادر، الكاتبة الصحفية والمهتمة بملف ذوي القدرات الخاصة. أستاذة مادلين أهلا بيكي. اهلا بحضرتك وصباح الخير على حضرتك وعلى السيدات والساده المشاهدين. اهميه ان يبقى في نسبه اللي هي ال 15% من المنح اللي بيتم اتاحتها من قبل وزاره التعليم مع يعني المؤسسات الكبيره او مع المنحه الامريكيه، ويتم تخصيص جزء كبير منها اللي هو 15% لذوي الاعاقه. تمام. هي طبعا زي ما حضرتك اشرت انه دي خطوه مهمه، انه يكون دايما في المنح الجامعية نسبة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وكمان في يعني في المنحة دي هتنفذها إن شاء الله الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهيكون زي ما حضرتك أشرت إن هم 140 طالب وطالبة هيتم قبولهم من جميع محافظات مصر. يعني مش معنى إنه الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن هي اللي هتقوم بتنفيذ المنح انه هيكون يعني مخصصه للاشخاص ذوي الاعاقه او الاشخاص او الطلاب. هو يا فندم ال 140 ال 140 دول للطلاب كلهم صح؟ كلهم. تمام. ذوي الاعاقه هياخدوا منهم 15% نسبه بالظبط من 10 ل 15%. وهيكون كمان القبول باذن الله للدفعه السنه دي الثانويه العامه زي ما حضرتك قلت، المدارس الحكوميه والتجريبيه. و يعني طبعا في شروط يعني هوضحها لحضرتك، بس قبل ما اقول شروط، هو المنحه يعني بتقدم منح دراسيه في مجموعه من الجامعات الحكوميه المصريه اللي هي في الاقسام الخاصه بيها، ليها رسوم خاصه، والجامعات الخاصه كمان. يعني من ضمن الجامعات في اللي هيتقدم فيها المنح الجامعه الامريكيه بالقاهره، ومدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعه العالمين الجديده، وجامعه بدر، وطبعا جامعه القاهره، وجامعه عين شمس، وجامعه اسكندريه. ففي تنوع في الجامعات والتخصصات. هي طبعا بيبقى في اول حاجه انه الناس بتملى استماره. طبعا هو الحد الاقصى للتقديم 24 يونيو الشهر ده اللي احنا فيه. ايوه. هيكون من خلال ان هم بيملوا الاستماره الكترونيا،
وبيرفقوا المساندات المطلوبه في الاستماره. بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه هم ليهم يعني بعض الامور اللي لازم بتكون واضحه بالنسبه لهم قبل التقديم. هو زي ما حضرتك اشرت ان هو يعني الاشخاص بيتم قبول الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه والسمعيه والحركيه فقط. تمام. في المنحه وبيتم طبعا تقديم شهاده طبيه مفصله او شهاده التاهيل اللي بتوضح نوع الاعاقه علشان يتم يعني نقدر نقول توفير البيئه الاكاديميه الملائمه ليهم ان شاء الله في حاله قبولهم في المنحه. بيتم كمان انه في الاشخاص ذوي الاعاقه هم بيقبلوا منهم التخصص الادبي يعني التقييم الادبي، وده مش متاح لكل اللي بيقدموا. كل اللي بيقدموا مفترض ان هم يكونوا شعبه علم علوم او علم رياضه فقط. تمام. لكن بالنسبه للطلاب اللي هم من ذوي الاعاقه متاح ليهم ان يكونوا من ضمن الشعبه الادبيه طبعاً. في الثانويه العامه. يعني معظمهم بيبقى ادبي او ما كانش كلهم يعني. بالظبط. وكمان بيكون عند يعني في برضه انه الحد الادنى انه ان شاء الله السنه دي يكونوا نجحوا بالحد الادنى 85% نسبه درجتهم السنه دي ان شاء الله في الثانويه العامه. تمام. في كمان بيقدموا يعني بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه بيبقى في شرط مهم جدا، يبقى عندهم الالمان بالحد الادنى من المعرفه بالتكنولوجيا المساعده للتعلم. تمام وكده. تمام. بنتمنى طبعا كل التوفيق، وده يعني خطوه جميله جدا من قبل وزاره التعليم. بشكرك جدا استاذه مدلين نادر الكاتبه الصحفيه والمهتمه بملف ذوي القدرات الخاصه. هنروح لوزارة الكهرباء، والحقيقة وزارة الكهرباء من الخدمات الجديدة اللي بتعملها انها اتاحت ان حضرتك تدفع فاتورة الكهرباء بتاعتك الكترونيا. الخبر بيقول متحدث الكهرباء اتاحنا خدمة دفع الفواتير الكترونيا من خلال موقع الوزارة. طيب لو انا حابب ان انا اتعامل مع الموقع ادفع ازاي، ولازم اكون معايا الكارت بتاعي ومفعله ان اقدر ادفع بيه على الانترنت او اونلاين يعني؟ طب لو حصل مشكلة في الموقع او السيستم او حاجة وانا مش قادر ادفع، طيب هل هيتم الغاء الدفع بالطريقة التقليدية دي قريب او امتى؟ هيبطل يجيلي محصل الكهرباء بالفاتورة وبالقرايات، والافضل ان انا اللي اخد القراية واسجلها وادفع الفاتورة بتاعتي، ولا ممكن اتعامل ازاي لاداء افضل؟ معانا دكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا حضرتك يا فندم، تحياتي ليك وتحياتي لكل المتابعين. تحياتنا لحضرتك، صباح الفل. وحابين اننا يعني نوضح للناس اكتر الخدمات الجديده اللي بتقدمها الوزاره وازاي دي هتكون افضل واريح للمواطن يا دكتور. هو طبعا التوجه العام للحكومه هو للتوسع في الخدمات الالكترونيه علشان تسهيل تقديم الخدمه ودقه تسهيل الخدمه كمان، ويمكن احنا بداناها من فتره فيما يخص الجزء الخاص بدفع الفواتير او كمان شحن الاعدادات الكارت بتاع الاعدادات اللي مسموح للدفع. ايوه. خلينا نتكلم في الاول في دفع الفواتير. دفع الفواتير من خلال منافذ دفع الكتروني، ما دي موجوده في كود في الفاتوره مكتوب جنبه كده كود السداد الالكتروني. كود السداد الالكتروني، الكود دوت بيبقى رقم كبير يعني ممكن من خلاله ان انا من منافذ دفع الالكتروني من المحافظه البنكيه حاليا من خلال تطبيق اسمه خدمات الكهرباء الذكيه او المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء الموحده. ممكن ان استعلم على الفاتوره، ممكن اعرف القيمه بتاعتها، وكمان اقدر ادفع الفاتوره طبعا بخلال وسائل الدفع الالكتروني. يعني مش محتاج دلوقتي يا دكتور اني استنى المحصل يجي البيت فبيديني الايصال سواء معايا في الوقت الحالي في كاش في البيت ان انا هدفع ولا مش محتاج استنى، ممكن استعلم وادفع اوتوماتيك من غير ما يبقى في ايدي فاتوره. مظبوط مظبوط. ومش محتاج ان انا لان هو ان الحاجات دي على طول بتتم على طول في الـ في الـ الـ الاجارات اللي هي خاصه بالتحصيل. تمام. وفي نفس الوقت بتبقى موجوده في التطبيق اللي هو الـ او المحافظ اللي هي البنكيه اللي الشخص نفسه بيدفع من خلالها، وكمان ممكن من منافذ الدفع الالكتروني. منافذ الدفع الالكتروني اعتقد ان هي دلوقتي بتقدم خدمات كتير جدا الكترونيه من ضمنها الدفع الفواتير ده، كمان بالاضافه الى جزء اضافي برضو يعني احنا شغالين على جزء برضو بعض الاجهزه الالكترونيه اللي بتساعد في دفع الفواتير، وايضا في شحن العدادات اللي هي مسبوقه الدفع يا دكتور اللي هي
كنت عايزين اي دكتور كنا عايزين نسال حضرتك برضو ازاي اقلل اصلا الفاتوره؟ يعني النهارده الناس بتشتكي ان الفواتير بتيجي بزياده جدا، وحضرتك ادرى بينا فتره الصيف بتبقى الفواتير بزياده جدا، ازاي الفاتوره تتقلل؟ يعني ازاي ان انا اعرف ان انا اقلل من قيمه الفاتوره؟ هو بص، اول حاجه ده شيء مهم جدا. اول حاجه ان انا اتابع السلاك بتاعك، يعني العدادات اللي هي التقليديه، ان انا دايما اشوف القرايه اللي انا وصلت لها قد ايه، سحبت قد ايه. يمكن العدادات اللي هي اللي بالكارت بتساعد في الجزئيه دي بطريقه دقيقه، يعني اول باول ممكن اعرف من العدادات مسبوق الدفع انا وصلت لاني شريحه، سحبت قد ايه من الفلوس اللي انا شاحنها، فبالتالي ببقى عندي المعلومه واقدر اتحكم في الاستهلاك اللي موجود عندي. انما بيعود بقى القصه الجزء الثاني، يعني علينا احنا على المواطنين، ان نخلي بالي من الاجزاء، حاجات اللي هي بتستهلك الكهرباء، يعني الاجهزه الكهربائيه اللي انا مش محتاجها او مش محتاج ان انا اشغلها افصلها من مصدر الكهرباء، لان حتى لو هي بتسحب اجزاء بسيطه من الكهرباء انما مع تعدد الاجهزه ده بيزود من الاستهلاك. كمان في نفس الوقت الاجهزه اللي هي بتسخن، اي اجهزه بتسخن بتستخدم في التدخين، الافران، الميكروويف، التوستر، الكاتل او الغلايه بتاعت الشاي، استخدام الكهرباء، الغسالات الاوتوماتيك، البرامج اللي هي اللي فيها تدخين كبير، كل الحاجات دي كلها خلي بالي قوي من اللي انا بستخدمها علشان دي بتستهلك كهرباء كتير. كمان في نفس الوقت التكييفات، احنا داخلين على درجات الحراره العاليه، مهم قوي ان انا يعني اعمل صيانه كويس للتكييف اللي انا بستخدمه، ما اقللش درجه حراره عن 24 او 25، لان كل ما اقل درجه حراره كل ما بيزود الاستهلاك اللي موجود. كمان بالاضافه لكده ان المكان اللي انا ببرده ابقى يعني حريص ان هو ان التبريد ده ما يتسربش، يعني من شباك من باب يكون تكون محكومه ما يبقاش فيها فتح وقفل كتير، زي الثلاجات برضه ما يبقاش فيها فتح وقفل كتير. هي الفكره كلها ان انا الكهرباء اللي انا محتاجها استخدمها، اللي انا مش محتاجه افصله. الحاجات اللي هي الشواحن اللي موجوده على طول، الالتزازات اللي موجوده في الكهرباء على طول، الاضاءات اللي هي بتبقى مضاءه على طول، كل الحاجات دي كلها ننشط الاستهلاك بتاعها عشان نقدر ان احنا يعني نحافظ على الفاتوره في قيمه معينه. وعايز برضو اطمن حضرتك وبرضو المشاهدين ان احنا يعني دلوقتي بنعمل حاجه او من فتره يعني طبقنا حاجه اسمها برنامج القرايه الموحد، اللي هو بالنسبه للعدادات اللي هي التقليديه ان مفيش فاتوره تصدر الا ما تكون ليها صوره للعداد، علشان يكون في توثيق للاستهلاك ويكون فيها تاكيد على ان الفاتوره فعلا ديت بتعكس القرايه الصحيحه، وان الميعاد بتاع اخذ القرايه يكون مظبوط، يكون 30 يوم، كل الحاجات دي كلها من ناحيه الكهرباء. يتبقى بقى الجزء الخاص بينا. طيب لو في اي شكوى، حاولت ان انا ادخل على الموقع بتاع الوزاره وما عرفتش، حطيت القرايه وحبيت ان انا ادفع وفي مشكله، يعني ايه الطريقه اللي اقدر مثلا ان اقدم بيها شكوتي او اتواصل بيها يا دكتور؟ هو دفع الفواتير، عايزين اوضح بس، دفع الفواتير مش يعني ده اليات كتير، يعني مش بس من خلال موقع الكهرباء، يعني هو الموقع الالكتروني او المنصه الالكترونيه، عندنا المحافظ البنكيه، البنات الدفع الالكتروني، التطبيق الخاص بخدمات الكهرباء الذكيه، كل الحاجات دي كلها ممكن الواحد يدفع بيها الفاتوره. انما لو في شكوى او في مشكله ايضا ممكن عندنا في اليات لتقديم الشكوى احنا بنتابعها اول باول على طول. تمام. اشهرها اللي هو الخط الساخن 121، ده موجود على مدار 24 ساعة، ودي شركة مستقلة، يعني هي وظيفتها ان هي تستقبل البلاغات وتحولها للجهة المنوط بيها، وكل الحاجات دي بتسجل عندنا في الوزارة في يعني بيكون فيها نص البلاغات. كمان المنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء زي ما احنا قلنا ان هي بتقدم خدمات كتير، من ضمنها دفع الفواتير، ومن ضمنها كمان الابلاغ او الشكاوى عن اعطال او شكاوى تجاريه، ومتصل بيها زي ما احنا قلنا في تطبيق اسمه خدمات الكهرباء الذكيه، ممكن ايضا من خلاله ننزله يكون بالشكوى بالاضافه الى تطبيق اسمه شكاوى فواتير الكهرباء، دي للشكاوى التجاريه، يعني لو في شكوى من الفاتوره او حاجه
دي برضو من التطبيق ده ممكن من خلاله ان هو يتم تقديم الحياه في كل المواقع والتطبيقات دي بيتم متابعتها الكترونيا من الوزاره. البلاغ اللي جه تبع الشركه اترد عليه تقديم الوقت يسدده امتى، كل الحاجات دي كلها طبعا يعني الوزاره بتعمل مجهود كبير للتواصل مع المواطنين بشكل مستمر وتقديم الخدمات كمان دايما بشكل افضل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا جزيلا. كمان معانا موضوع مهم جدا يهم يعني حبايبنا اللي بيقبضوا معاشات، وظهرت اشاعه بتقول ان من اول يونيو اللي ما حولش الكارت القديم بتاعه لكارت ميزه مش هيقبض المعاش بتاعه. الحقيقه ناس كتيره جدا قلقانه وناس كتيره جدا بتبعت لنا من وقت للتاني، لكن قرينا النهارده خبر بيقول ان الحكومه بتنفي ايقاف معاشات اصحاب البطاقات التقليديه. عشان نتعرف اكتر على الحقيقه لازم يكون معانا سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القومية للتأمينات الاجتماعية. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ إسحاق أستاذ هبة. صباح الفل على حضرتك، أهلا بيك. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. يعني في إشاعة بتقول أن يعني أصحاب المعاشات بداية من يونيو اللي ما حولش البطاقة بتاعته لبطاقة ميزة احتمال المعاش بتاعه يقف، حقيقة الأمر إيه يا فندم؟ إحنا ما عندناش حاجة اسمها إيقاف للمعاش، ده حق دستوري وحق قانوني. لا إيقاف، أنا بأكد مفيش حاجة اسمها إيقاف صرف معاش لمواطن في مصر، دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، إحنا الوسيلة اللي بناخد بيها الفلوس بتاعة المعاش كانت الهيئة عملت قروض اللي بنسميها قروض الزرقاء، كان في حوالي 6.5 مليون مواطن معاهم القروض دي، بيسحب بيها المعاش بتاعه من بعض ماكينات الاي تي ام المنتشره في الجمهوريه اللي مكتوب عليها 1 2 3، مش من كل الماكينات. البطاقات دي صلاحيتها انتهت لبعض ناس مش لكل الناس. احنا كان عندنا 6.5 مليون معاهم البطاقات الزرقاء، نجحنا الحمد لله خلال السنه ونص اللي فاتت ان احنا نغير 5.5 مليون بطاقه لحاجة أفضل من الكارت اللي كانت عاملاه الهيئة، حاجة بتضمن الشمول المالي لصاحب المعاش زي كارت ميزة. كان متبقي عندنا حوالي 1 مليون بطاقة، في من المليون دول في 260 ألف في صرفية المعاشات بتاعت شهر 6 انتهت صلاحية البطاقة. يعني المشكله كلها في صلاحيه البطاقه يا فندم، يعني اللي بعيدا عن البطاقه الزرقاء اللي بيقبض معاشه مثلا معاه الكارت بيتحول على حسابه العادي في اي بنك من البنوك. مفيش مشكله خالص، ده ما عندوش اي مشكله ومش محتاج مثلا ان جنب الكارت بتاعه او على حسابه يعمل كارت ميزه. المشكله كلها في اصحاب الكروت الزرقاء اللي انتهت. تمام كده، اللي انتهت صلاحيتها هذا حوالي 260 ألف. تمام، ال 260 ألف دول معاشاتهم مش موقوف، هو راح حط الكارت في المكنه اللي بيسحب منها المعاش واللي متعود عليها كل شهر. لا البطاقه منتهيه، لقى المكنه مطلعه له رساله بتقول له البطاقه صلاحيتها انتهت. تمام، دول مطلوب بقى من المواطن ده علشان يصرف معاشه. عملنا اجراء في منتهى البساطه والسهوله، بيصور بطاقة الرقم القومي بتاعته وبيكتب عليها رقم التليفون المحمول. تمام، وبيتوجه لأقرب مكتب تأمينات للمكان اللي هو واقف فيه أو لأقرب فرع بنك زراعي. هيحصل معاه حاجتين يا فندم. أيوه، هنفعل له الكارت القديم عشان نديله صلاحية إنه يصرف معاش الشهر ده، لأن المعاش موجود بس الكارت بتاعي صلاحيته. تمام، الحاجة الثانية هنديله كارت ميزة مكانا عشان يقبض بيه اعتبارا من الشهر اللي جاي. ده حلو جدا واجراء سهل جدا وبسيط، واعتقد يعني انا للامانه انا بحيي حضرتك جدا وبحيي هيئه التامينات الاجتماعيه على التبسيط وعلى التسهيل على اصحاب المعاشات، لانهم الحقيقه يستاهلوا ويستحقوا ان احنا نبسط لهم الاجراءات، ان احنا ما نوقفهمش قدام الشبابيك كتير، ان احنا ما نطلبش منهم حاجات زياده هم مش هيعرفوا يعملوها، ونمضي لي هنا واعمل هنا وهو مش قادر يا عيني، وممكن في ناس منهم كتيره ماشيه بالعافيه. فانا بشكر حضرتك
بشكرك جدا سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات. احنا دايما أخبارهم بتهمنا جدا، وأي تبسيط وأي حاجة تهمهم دايما معنا في صباح النور. دي كانت أخبارنا. حابة برضو أقول لحضراتكم النهاردة هيكون عندنا فقرة مهمة. إحنا في فترة الصيف وكتير بنشتري أنواع من الفاكهة أو الخضار بنلاقي فيها ديدان، فبقى في تحذيرات كتير الفترة دي من خطورة انتقال الديدان دي من الأغذية، أي حاجة بقى سواء كانت خضروات أو فاكهة أو غيره للإنسان. إيه الحاجات اللي ناخد بالنا منها؟ وتفاصيل كتير هتكون من خلال الفقرة. كمان هيكون عندنا فقرة رياضية ونتكلم فيها عن ألعاب القوى وعن برضو ازاي ممكن الواحد يحافظ على صحته من خلال الرياضة بعد الفصل.